تاني واحد معانا من النيرف او اللي هو النيرف بلوك في الهيد اللي هو الاوريكولوبالبيبولار نيرف. الاوريكولوبالبيبولار نيرف ده عباره عن موتور نيرف بيغذي الاوربيكولارز اوكولار ماسل، وديت العضله اللي هي مسؤوله عن البلينكنج ريفلكس بتاعت الايلدز. طبعا بيكون جلي الاوريكولوبالبيبولار نيرف معناها ان انا بعمل اكينيزيا او بعمل باراليسيس للعضله ديت، فبالتالي العين مفتوحه اثناء الفحص، فانا بستخدمه اساسا اثناء الفحص او لو عاوز اشيل فورم بودي موجود في العين. الاوريكولوبالبيبولار نيرف ده هو الباس واي بتاعه بيجي من عند بيجي من البيز اوف ذا اير وبيعدي فوق الزيجوماتيك ارش بعدين بيغذي العضله. طيب افضل مكان لحقن الاوريكولوبالبيبولار نيرف هو اعلى نقطه او الهايست بوينت اوف ذا زيجوماتيك ارش. الهايست بوينت بقدر احسها هيت عند الهايست بوينت بخش بالابره بتاعتي تحت الجلد واحقن من 3 ل 4 مللي تحت الجلد فوق النيرف مباشره على شكل فان لايك مانر، وديت بكده بقى خضرت الاوريكولوبالبيبولار نيرف.